تحية طيبة لكم جميع مشاهدي تلفزيون سوريا في كل مكان. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، وكالعادة نرصد أبرز قصص وتفاعلات مواقع التواصل الاجتماعي لليوم، وهي كثيرة بالمناسبة. والبداية كالعادة بعد العناوين. برلمان النظام مستمر بمسلسل الاستبعاد وإسقاط العضويات والملاحقات القضائية، ما علاقة إيران وماهر الأسد؟ لارتباطها بحزب الله، شركة الفاضل للتحويلات المالية تنفي تلقيها تهديدات إسرائيلية. بلاد شاذة سياسيا بعد نفي تأييده لآل الأسد، الممثل بشار إسماعيل يستمر بانتقاده الوضع المتدهور للبلاد. إذن تتوالى مفاجآت البرلمان السوري التابع للنظام في حلقات مسلسل الفصل والاستبعاد والملاحقات القضائية وإسقاط العضوية. فبعد محمد حمشو الذي جرد من عضوية مجلس الشعب يوم أمس، ثمة أسماء جديدة دخلت إلى هذا الخط، ولكن ليس بالضبط من أجل إسقاط عضويتها في مجلس الشعب. مجاهد إسماعيل وخالد الزبيدي اسمان جديدان صوتا مجلس الشعب على منح الإذن بالملاحقة القضائية بحقهما، وهما اسمان جديدان يضافان إلى قائمة التصفيات كما سميت، والتي قرأها البعض على أنها حملة ممنهجة من قبل النظام من أجل استبعاد الأشخاص المحسوبين إما على ماهر الأسد بشكل مباشر أو على إيران بشكل عام. صحيفة الوطن المقربة من النظام كانت أول المبشرين بهذا الخبر، وهي عادة ما تبشر بهذا الأخبار، وهي كانت صاحبة التبشير لخبر يوم أمس. كانت يوم أمس نشرت خبر محمد حمشو الملقب بالأستاذ، والذي كنا تحدثنا عنه هنا في حلقة ريبوست دون إضافة أي تفاصيل عن الأسباب. نشرت هذا المنشور تقول فيه: مجلس الشعب يصوت على منح الإذن بالملاحقة القضائية بحق عضو مجلس الشعب مجاهد إسماعيل وعضو مجلس الشعب خالد زبيدي. طبعا لم تضف أي تفاصيل إضافية على هذا المنشور، سوى فقط ذكرت الاسمين وانتهى. بالمقابل لم تنشر صفحة مجلس الشعب السوري الرسمية في الفيسبوك أي تفاصيل تتعلق بهذا الأمر حتى ساعة إعداد هذه المادة. مجاهد إسماعيل كما يعرف الجميع تم تعيينه قائدا لكتائب البعث في سوريا مؤخرا قبل ربما شهر أو شهرين. سبق أن تولى منصب قائد كتائب البعث بريف دمشق، وكذلك عضو اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي قبل أن يدخل البرلمان في الانتخابات التي جرت قبل نحو 3 أشهر. أما خالد زبيدي فهو رجل الأعمال ولديه العديد من الشركات في سوريا. بالعودة إلى الأستاذ محمد حمشو صاحب اليد الطولة والواجهة الاقتصادية لماهر الأسد وأبرز رجال الأعمال المقربين من النظام ومن ماهر الأسد شخصيا، صاحب عشرات الفعاليات الاقتصادية والتجارية إن لم نقل المئات في سوريا والعالم على حد سواء، كان يوم أمس الاسم الذي عاد ويعود إلى الواجهة بعد قرار لمجلس الشعب التابع للنظام والذي أسقط بإجماع المجلس عضويته بسبب ما قيل إنه حاصل على الجنسية التركية، وبحسب ما أعلنت أيضا عنه صحيفة الوطن المقربة من النظام في هذا المنشور الذي قالت فيه بأن مجلس الشعب صوت بالإجماع على إسقاط عضوية محمد حمشو كونه حاصل على الجنسية التركية. طبعا الأسماء تتوالى تباعا يوميا، وهناك كما قلنا كثر من يقرؤون هذا المشهد على أنه بداية أو ضمن يعني مخطط يقوم به النظام أو حملة ممنهجة يقوم بها النظام من أجل قصقصة كل الأصوات والأسماء والأشخاص المحسوبين على إيران وعلى ماهر الأسد بشكل خاص. طبعا الموضوع أثار الكثير من الاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي. بشرى الحسن تقول: بس ما بكرة يطلع مقترح بحل مجلس الشعب ما مر عليهم أشهر. سارة تقول: كأنه مجلس الشعب عم يلاحق بعضو أناسي الشعب وأوجاعه. أما عماد قزح يقول:
قبل يومين نفسهم صوتوا ضد زميلين لهم لحجب العضوية. أما فادي فيقول طيب وين الدراسات الأمنية كانت من قبل؟ منذ بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان سعت إسرائيل إلى ضرب كل مفاصل الأذرع الإرادية في المنطقة كلها وليس في لبنان وحده، من اغتيالات شخصيات عسكرية وسياسية وحتى اقتصادية، ولكن سوريا بدا هذا جليا مع اغتيال محمد براء القاطرجي رجل الأعمال البارز المقرب من إيران، وذلك في شهر تموز الماضي، ولاحقا الحديث عن قصف طال فيلا لماهر الأسد في منطقة يعفور بريف دمشق قبل عدة أسابيع. اليوم تبرز قضية جديدة في هذا الشأن، هذه المرة لا تطول شخصية عسكرية أو أمنية وإنما شركات حوالات مالية. نشر موقع صوت العاصمة هذا التقرير. التقرير يقول فيه إن مصادر خاصة كشفت له عن تلقي إدارة شركة الفاضل للحوالات المالية تهديدات عبر اتصالات من أرقام مجهولة من قبل أجانب يتحدثون اللغة العربية المكسرة. وأكدت هذه المصادر أن المتصلين حملوا إدارة الشركة مسؤولية المساهمة بتمويل ميليشيا حزب الله واتهموها بأنها أحد الأذرع الاقتصادية للحزب. ينقل الموقع موقع صوت العاصمة عن مصدر في الشركة أن سيارة تتبع لحزب الله نقلت كميات ضخمة من الأموال من فرعها في حي المزة خلال الأسبوع الماضي إلى جهة مجهولة وسط إجراءات أمنية مشددة. ولم تمضي ساعات قليلة إلا وأصدرت الشركة هذا البيان، بيان تنفي فيه تلقيها تهديدات. تقول فيه إن كل ما تم تداوله من أخبار عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية إنما هي أخبار كاذبة وعارية عن الصحة ولا أساس لها، كما أن شركة الفاضل كما يقول البيان لا تتبع إلى أي جهة أو منظمة وإنما هي شركة مرخصة أصولا تعمل وفق الأنظمة والتشريعات والقوانين في الجمهورية العربية السورية تحت إشراف ورقابة مصرف سوريا المركزي. بيان النفي هذا لشركة الفاضل للحوالات تبعه بيان مضاد من موقع صوت العاصمة على هذه على الشركة. طبعا نرد على الشركة، وجه رسالة للشركة كما نشاهد يؤكد فيه صوت العاصمة ارتباط الشركة بميليشيات غسيل وتبييض أموال تتبع للفرقة الرابعة وحزب الله، ويتساءل البيان كيف لشركة مرخصة أصولا أن يسمح لها بتسليم النقد الأجنبي على العلن، كما يتساءل عن نشاط منصة سوا التي تديرها الشركة وتضم معظم شركات التحويل وتجلب الأموال من الخارج في خرق واضح للقانون، كما يتحداها أي البيان أن تنكر وجود قائد وحدة تحويل الأموال في حزب الله علي حسن غريب في مقر الشركة بحي المزة قبل يومين من اغتياله. غريب هذا طبعا كنا تحدثنا عنه يوم أمس في ريبوست، والذي أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه في القصف الأخير لحي المزة. إذن أخبار عن تهديدات يتبعها نفي من الشركة، يتبعه تحدي للشركة وسرد للتفاصيل والمعلومات عنها. لكن ما سر هذه الشركة ومن يديرها؟ دعونا نتابع المزيد من التفاصيل حول هذه الشركة في المادة التالية.
في الحديث عن العقوبات الأمريكية، وزارة الخارجية الأمريكية كانت أصدرت في 16 من الشهر الجاري بيانا تقول فيه: تفرض الولايات المتحدة اليوم عقوبات على 3 أفراد و4 شركات لدورهم في شبكة التهرب من العقوبات التي تدر إيرادات لحزب الله والتي تغذي عمليات المجموعة الإرهابية. ويواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وهو الأمر الذي يزيد من زعزعة استقرار لبنان والمنطقة. كما فرضنا عقوبات على 3 أفراد متورطين في إنتاج الكبتاغون والإتجار على نحو غير قانوني. الأميفيتامين خطير، وهو المسبب الكبير للإدمان ويضر بالمجتمعات والبلدان في جميع أنحاء المنطقة وخارجها، وكذلك هو مصدر تمويل للنظام السوري وداعميه بما في ذلك حزب الله. ويتم اتخاذ إجراءات العقوبات هذه لدعم أهداف قانون قمع الإتجار غير المشروع بالبنتاغون، وأن الولايات المتحدة ثابتة في التزامها بمنع وصول حزب الله إلى النظام المالي الدولي وطرقه المختلفة لتوليد الإيرادات والتي تستخدمها المجموعة المدعومة من إيران لتمويل أعمال العنف. كما سنواصل استهداف تجارة الكبتاغون غير المشروعة في المنطقة، والتي أصبحت مشروعا غير قانوني بقيمة مليار دولار يديره جزئيا أعضاء كبار في النظام السوري. كما ذكرنا في البداية، الاستهدافات الإسرائيلية تكثفت في الآونة الأخيرة لكل جهة أو شخص مرتبط بإيران في المنطقة، وهو ما حدث يوم الأحد الماضي، حيث استهدفت غارات إسرائيلية فروع مؤسسة القرض الحسن، وذلك في عدة مناطق في بيروت وبعلبك وصيدا. ردود فعل كثيرة انتشرت حينها على مواقع التواصل الاجتماعي، دعونا نتابع بعضها. وأنا بتاريخ 21/10/2024 القرض الحسن لن ينهار وأموال الناس بقيت محفوظة فيه. نحن وكل المناصرين للمقاومة هنأيتهم قالوا نحن أرز لبنان لبراي بلادنا، ونحن استعينا لبنان بالدم الأحمر، نحن اللون الأحمر بعالم لبنان، ونحن اللون الأبيض ساطع المائل طاهر بالرغم من كل حملات التصوير الأخلاقية اللي عم تنعمل ببلادنا. نحن عايز لبنان، ونحن كرامة لبنان، ونحن شرف لبنان. انتم منهارين بعد، وانتم بتنهاروا كمان بعد، بس نحن عايز مثلكم، نحن عم ننهار، ونحن رح ننتصر ورح نضل صمتي بعيونكم، ورح نرجع نعمر لبنان ونعمر وطننا. لا ثناء لثائر الوطن او الشهاده. في التعليقات كتب حسين عبد الرحيم يقول: خوف بيقطع الجوف بعد أن بدأت إسرائيل بقطع الأذرع المالية لحزب الله بديئة بمؤسسة القرض الحسن، شركة الفاضل للصرافة التي تعمل في سوريا، ومن المعروف أنها واجهة للحزب وتعمل بالشراكة بينه وبين سيدة الياسمين أسماء الأسد. اليوم أصدرت بيانا تتبرأ فيه ضمنا وليس صراحة من حزب الله وتعلن عدم انتمائها لأحد، كاد المريب بأن يقول خذوني. أحمد دالي يقول: الشجرة المثمرة ترمى بالحجارة، موفقين بإذن الله تعالى. أما كمال قاسم فيقول: ممكن نعرف ليش تصرفون الدولار بسعر أعلى من السعر الرسمي اللي حددته الدولة ما دامكم تابعين إلها. أهلا بكم من جديد مشاهدين. انتقادات الممثل بشار إسماعيل للنظام متواصلة وفي تصعيد هذه الأيام، فبعد تعليقه لأحد متابعيه بأنه ليس مع آل الأسد وتناوله ماهر الأسد شقيق رأس النظام ومتزعم الفرقة الرابعة عبر منشور الكبتاغون والبنتاغون الشهير، يطل علينا بمنشور جديد مثير للجدل. منشور نشره بشار إسماعيل على صفحته في فيسبوك يقول فيه: 3 خطوات يقوم بها أي شخص مغترب ينوي العودة إلى بلاده. يضع بين طبعا معترضتين السليمة سياسيا،
الخطوة الأولى هي توضيب الحقائب، الخطوة الثانية حجز تذكرة طيران، الخطوة الثالثة الاتصال مع أحد الأقارب لاستقباله عند بوابة المطار. أما فيما يخص البلدان الشاذة سياسيا فهناك قواعد وخطط واستراتيجيات يقوم بها المغترب، فتكون أولوياته هي الاطمئنان على حالته الأمنية ضمن أراضي بلده الأم عن طريق ما يسمى الفيش الأمني، ويأتي بعدها استراتيجية أنا من طرف فلان، فيبدأ مواطن الجمهورية الشاذ أمنيا بالبحث هستيري عن أي شخص قادر على التواصل مع الجهات المختصة بالبحث والتدقيق في سلامة المواطن الأمنية. ويضيف بشار إسماعيل بالقول، ورغم كل هذه الاستراتيجيات والخطط يهبط هذا المواطن من مطار أو في مطار بلده الجميل وبيده أحد أهم التصريحات التي ستسمح له بالدخول، وهي ورقة خضراء لا يتجاوز طولها 14 سنتيمتر وعرضها 7 سنتيمترات تسمى ورقة $100، حيث يجب عليه تصريفها للتأكد من وطنيته ودعمه الاقتصادي لبلده الحبيب، ليبقى بعدها بحالة هلع وخوف شديدين إلى أن يصل إلى وجهته الملعونة. إذن منشور جديد يثير الجدل لبشار إسماعيل. المزيد من التفاصيل عن المواقف الأخيرة لبشار إسماعيل من النظام في المادة التالية. فهل هناك أصعب من أن يكون لا ماء ولا كهرباء ولا بنزين ولا مازوت؟ ويجب أن أسكت عن هذه المسألة عندما نصل إلى هذه المرحلة، ليس في سوريا فقط، في أي مكان في العالم يجب أن ينطق اللسان بأوامر العقل عما يعانيه. الطبقة المخملية تبع المسؤولين، أما أنت تطالبني بالصمود والتصدي والصبر والمصابرة والمرابطة وأنت قاعد بالدفا وبالمي السخنة وبصرف المصاري وأولادك بأحلى مدارس وأحلى سيارات وأحلى فخامة وأحلى عيشة، ما بيطلع لك. إذن بلاد شاذة سياسيا وأمنيا بحسب بشار إسماعيل. بشار إسماعيل الذي عرف بأسلوبه الساخر الناقد الحاد بنفس الوقت، ولطالما أثار الجدل خلال السنوات الماضية بانتقاداته اللاذعة بعد أن عرف عنه أنه موال في بداية الثورة السورية، ولكن
يبدو أن تغييراً كبيراً طرأ على أفكار بشار إسماعيل خلال 4 أو 5 سنوات ماضية. بتنا نسمع نشاهد انتقادات لاذعة، بعضها مباشر وبعضها غير مباشر. هذا إذا ما أضفنا إلى أن بشار إسماعيل غادر سوريا حالياً، وهو الآن يعيش في الإمارات العربية المتحدة، ولا ندري إن كان يعني يقوم برحلات أو بزيارات ربما قصيرة إلى سوريا أو لا، ولكن يعني هو الآن يقيم في الإمارات العربية المتحدة، وربما هذا ما هيأ له ربما حالة من الاستطاعة بأن يعبر أو أن يكتب بهذه الطريقة. ويعني يعتقد البعض بأن أفكاره تغيرت من خلال هذه المنشورات، وتحديدا من خلال المنشورات اللاذعة الحادة جدا التي تستهدف مرات رأس النظام بشار الأسد أو ماهر الأسد بشخصيهما. في التعليقات، والتعليقات هنا على تصريحاتها الأخيرة أو المنشور الأخير، كتب هيثم محمد يقول: لم يعد هناك متسع من الوقت للحلم أو التفاؤل، ضاع كل شيء جميل في بلد حسرة وندامة. أما أسامة أبو فياض فيقول: والله يا أستاذ بشار، إذا ما اجتمعوا العقلاء من كافة الطوائف على عقد اجتماعي جديد، البلد رايحة للتقسيم والانهيار. أما سلم الجالو يقول: يعني لو أحد المعارضين كتب هذا الواقع لاتهم بالعمالة ووهن نفسية الأمة العربية. أما حسن حمدي فيقول: فينك أو فينك فينك تختصر كل هالخطوات كلها وتتصل بالأستاذ علي الديك أبو جميل. ما الذي ستفعله إن كنت تمتلك بيتاً في حي المزة بدمشق؟ سؤال يتردد على ألسن سكان دمشق هذه الأيام مع القصف الإسرائيلي المتكرر على أهداف له في الحي، والذي يطول مدنيين أيضاً. فبعد أن كان امتلاك منزل في هذا الحي حلماً، الحي الذي يعد أحد أرقى أحياء العاصمة، كان الأمر يعد حلماً أو استثماراً رابحاً نظراً للأسعار المرتفعة للعقارات في هذا الحي، يبدو أن الحال انقلب، والخروج منه أو التخلص من عقار موجود فيه بات أمراً مطروحاً بين ساكنيه. لماذا هذه المقدمة؟ للذهاب إلى منشور ديانا جبور. ديانا جبور مديرة التلفزيون السوري سابقاً، إعلامية معروفة، أوكي، موالية للنظام، نشرت هذا البوست أو المنشور، تقول فيه: جاني عرض مداكشة على بيت المزة بشقة بصحناية، الجماعة لقمتهم صغيرة وما بدهم مصاري. طبعا لمن لا يعرف كلمة مداكشة أو داكيشة كما هو معروف، يستخدمها معظم السوريين للدلالة على قيام بعمليات التبادل التجارية، سلعة مقابل سلعة ومقابل دفع مبلغ مالي كفرق، عندما يكون هناك فرق بين السلعتين، يعني تتفوق إحدى السلعتين على الأخرى، يتم دفع مبلغ مالي كفرق، أحياناً من دون دفع أموال تكون سلعة بسلعة. اللافت في الأمر، وهو ما يعرفه سكان دمشق جيداً، أن الفرق بين أسعار المنازل في حي المزة ومنطقة صحناية كبير جداً، ولكن كما ذكرنا الوضع الحالي للحي غير هذه المعادلة. هذا المنشور، منشور ديانا جبور، أثار استغراب أحدهم فعلق على المنشور نفسه. سأل ديانا جبور، يقول: نكتة ولا حزيرة؟ ردت ديانا جبور بالقول: عم نكت. إذا تقول ديانا جبور إن كلامها مجرد نكتة أو مزحة، ولكن بطبيعة الحال هذه النكتة لم تأتي من فراغ بالتأكيد، وإنما من الواقع الحالي لحي المزة كما ذكرنا. الواقع الحالي السيء، هذا الحي العريق الذي كان يشكل ذكرى جميلة لدى كثير من السوريين، ليس فقط أهالي دمشق، وإنما كل سوري كانت دمشق إحدى محطات حياته، وخصوصا طلاب الجامعات. بهذه المناسبة دعونا نشاهد هذا التقرير، عرضناه سابقا هنا في ريبوست، وهو عن حي المزة. حين كنت في الثانوية لم يكن يسعنا المنزل للدراسة، بحثنا أنا وأعمامك عن الحل، والوجهة كانت بساتين الصبارة الحلوة في المزة، والتي يقال إنها اكتسبت اسمها من حلاوة هذه الفاكهة، هكذا يخبرني أبي عن حي المزة. المزة التي قارع أهلها الاحتلال الفرنسي
وشاركوا في الثورة السورية الكبرى، يضم ترابها ضريح الصحابي الجليل أسامة بن زيد، وتمتد على مساحة تصل إلى نحو 8000 هكتار من ساحة الأمويين شرقا وحتى السومرية غربا، ومن جبل المزة شمالا إلى كفرسوسة جنوبا. زادت أهميتها في العصر الحديث عندما بنى الفرنسيون مطار المزة العسكري وسجنها، وزحف العمران إليها بعد الاستقلال لتتصل بالعاصمة وتصبح أحد أحياء دمشق الحديثة. بني القصر الجمهوري في ثمانينيات القرن العشرين على جبلها، وأصبحت تضم كثيراً من المباني الإدارية ومجمعاً للمحاكم المعروف بقصر العدل. ومعها غير الأسد الأب بعض ملامح المنطقة عبر خلق العشوائيات فيها المتمثلة في منطقة المزة 86، والتي أسكن فيها عناصر الجيش والمخابرات والشرطة. تلمع عيون من درس في جامعة دمشق ما إن يذكر اسم المزة أمامه، ليغرد فرحاً بتلك الذكريات ويشعر أن روحه تخرج منه، ويبدأ الحديث عن كل تفصيل في هذا المكان بجميع فصول السنة، لتغلبه بعدها غصة في القلب كيف أضحى حالها اليوم، ويتمنى من القدر أن يمسح سحابة صيف سوريا يوماً ما ليعود ويزورها. لم تكن المزة بعيدة عن ثورة السوريين، فمنها انطلقت أكبر مظاهرة عام 2012. خرج الآلاف من السوريين بأكبر مظاهرة في دمشق ليرد عليهم الأسد بمخطط قال إنه تنظيم، ويهدم بيوتهم ويقتلع أشجار الزيتون وحواكير الصبارة. أجهز عليها الأسد اليوم لتصبح مرتعاً للضربات الإسرائيلية بعد أن أهداها لإيران، ما دفع أهاليها لبيع منازلهم خوفاً من التمدد الإيراني في المنطقة، وهرباً من صواريخ الاحتلال التي لا تهدأ على المنطقة وهم مع كل قصف ضحاياه. لكن ماذا عن أهالي دمشق؟ لماذا بعد كل هذا القصف لا يمتنعون عن بيع وتأجير منازلهم للإيرانيين؟ مصدر خاص أفاد للتلفزيون سوريا أن أهالي البناء الذي تم استهدافه يلاحقون الآن سمساراً، هو من أجر منزلين في البناء للإيرانيين أو لبنانيين، والآن هو مختف عن الأنظار. في تقرير سابق كنا تحدثنا عنه هنا في ريبوست، نشره موقع تلفزيون سوريا في حزيران الماضي، كان أوضح أن كثيراً من الأهالي باتوا يمتنعون بالفعل عن بيع وتأجير منازلهم للإيرانيين خوفاً على حياتهم وعائلاتهم، ورغم العروض المادية المغرية، ولكن الميليشيات الإيرانية تتحايل على هذا الأمر بتجنيد شبكة من السماسرة السوريين لتأمين شقق سكنية للشخصيات الإيرانية عبر التلاعب بعقود الإيجار من خلال إضافة بند مضياف. يدعي المستأجر بموجبه أنه يعمل في مجال التجارة ويستقبل ضيوفا أجانب بين الحين والآخر بحكم أعماله التجارية وإلى آخره. كاميرا تلفزيون سوريا كانت قد رصدت قبل أيام حي المزة، شملت طبعا في هذا الرصد السفارة الإيرانية وأهم شوارع هذا الحي. نتابع.
إذا كانت هذه المشاهد الخاصة لتلفزيون سوريا من حي المزة وشوارعه، وكما شاهدنا مرت الكاميرا بجانب السفارة الإيرانية. بالعودة إلى منشور ديانا جبور، المنشور حصد الكثير من التفاعلات، وكان هناك تفاعلات غاضبة ساخطة ضد ديانا جبور، رغم أنها قالت بأن الأمر عبارة عن مزحة أو نكتة كما قالت. الصحفية يمان عموري كتبت هذا المنشور الطويل، تقول فيه: ديانا جبور ليست مجرد صحفية عابرة عملت في دوريات الدولة الرسمية، ليست مجرد كاتبة درامية وناقدة سينمائية والمديرة العامة لشركة إمار الشام للإنتاج الفني وزوجة لمخرج سينمائي متنفذ. في العام 2005، تقول يمان، أصبحت بقدرة قادر ضابط أو مخبر مديرا للتلفزيون السوري. بعد أقل من 3 سنوات فقط على بداية عملها فيه كمعدة لبرنامج منوعات اسمه مجلة التلفزيون، شغلت فيه في العام أو شغلت في العام 2008 عضوية اللجنة الاستشارية لاحتفالية دمشق عاصمة الثقافة العربية، تولت إدارة مديرية المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي في العام 2011 بعد سنة واحدة من تأسيسها. تخرج علينا اليوم واحدة من عظام الرأبة ومن أبواق النظام حرفياً تغمز من قناة التواجد الكثيف لعناصر إيران وحزب الله في حي المزة واستهدافه المستمر من قبل إسرائيل، وكأن القيادة الحكيمة التي تسبح جبور بحمدها ليل نهار غير معنية بكل ما يجري. طيب اسألي لنا اللي بده يداكشك، مو حاسس حالك مغدور؟ تقول يمان، منشور غاضب، لكن بنفس الوقت هناك أشخاص كثر علقوا على منشور ديانا جبور. محمد يقول: على فكرة أنت تحديدا يا أم المجيد اللي لسه رافعة سعر المنطقة. أما هدى العبوطة تقول: طبعا بعد قصة الصواريخ البيوت بالمزة رخصت أسعارها والناس عم تطفش. سمير يقول: رجعنا لأيام 1973، صار البيت بتراب المصاري في المزة. أما زياد فيقول: صفقة مهمة كتير مدام لا تترددي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. التدخل العسكري الروسي في سوريا والذي بدأ رسميا في نهاية شهر أيلول سبتمبر من العام 2015 لصالح النظام طبعا، شكل منعطفا كبيرا في البلاد حيث أسهم في سيطرة النظام على كثير من المناطق في سوريا، وهذا لم يكن من دون مقابل بالتأكيد. زاد التحكم الروسي بمركز صنع القرار لدى النظام كما إيران أيضا. من أشكال التدخل الروسي كما هو معروف هي قاعدة حميميم في اللاذقية، والذي أو التي طالها قصف إسرائيلي قبل أسابيع. الجديد في الأمر هو إعلان روسيا وفاة ضابط من قوات البحرية في سوريا يوم الاثنين الماضي من دون تحديد سبب الوفاة، وما إذا كان قد قتل في مواجهات مع فصائل المعارضة أو من جراء القصف الذي تعرضت له قاعدة حميميم قبل أسابيع. تنقل وكالة تاس الروسية عن ميخائيل رازفوزايف حاكم مدينة سيفاستوبول إحدى مدن شبه جزيرة القرم المتنازع عليها بين روسيا وأوكرانيا أن الفريق أول. نيكولاي ميخائيلكنيو توفي في أثناء أداء مهامه في سوريا، وأضاف رازفوزايف أنه في السنوات الأخيرة قام ميخائيلينيكو بالتدريس في مدرسة ناخيموف، وفي الوقت نفسه استغل كل فرصة لزيارة الأماكن التي يتم فيها استخدام تقنيات تكتيكية جديدة عمليا، ويتم فيها اختبار عينات من الأسلحة والمعدات العسكرية. المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع دعونا نتابعه في هذه المادة التالية. We'll be right back.
كتب ساري الوفا في التعليقات: كله راح يتحاسب، لأن الظالم قوي والمظلوم ضعيف، والقاضي رب القوي والضعيف، ولا يوجد عنده ظلم أو تفريق، فقط المسألة تحتاج بعض الصبر والاحتساب. عز عبد الله يقول: إسرائيل أعلنت أنها ضربت البحرية لحزب الله، أكيد هذا كان موجود بالبحرية لحزب الله، والله أعلم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. في العام 1974 أسس حافظ أسد ما عرف لاحقا باسم منظمة طلائع البعث، منظمة سياسية رديفة لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، هدفها ضم جميع أطفال الجمهورية العربية السورية من خلال المدارس لتعبئة النشء الجديد فكريا وعقائديا وتنظيميا وتمهيدا، ليكون عضوا في حزب البعث الحاكم من خلال المنظمات الأخرى التي أنشئت كشبيبة الثورة في المرحلة الإعدادية واتحاد طلبة سوريا في المرحلة الجامعية. إذن الطلائع في الابتدائية والشبيبة في الإعدادية والثانوية واتحاد طلبة سوريا في المرحلة الجامعية، جميعها منظمات تتشابه حد التطابق في آلية عملها إلى جهة تعبئة أعضائها فكريا وعقائديا بل وحتى عسكريا، حيث تقام معسكرات لكل مرحلة على حدة تحت مسمى أنشطة لا صفية أو صيفية، يتم فيها التدريب على السلاح والتخييم وغيرها من النشاطات. هذا أمر معروف لدى جميع السوريين تقريبا. إلى وقت قريب كان لباس التلاميذ في سوريا في المراحل الثلاث عسكرية، لباس عسكري، لا سيما في المرحلة الإعدادية والثانوية التي يرتدي فيها التلميذ بزة عسكرية كاملة الأركان، يضع رتب عسكرية بل ويخضع لتدريب عسكري شاق، يعامل معاملة الجندي في الثكنة أو في المعركة حتى. هذا معروف كما قلنا لدى جميع السوريين أو معظم السوريين. تبدلت الملابس مع مطلع العام 2003 و2004، باتت هكذا، خففت بعض الإجراءات، منها كان إلغاء دروس التربية العسكرية، ولكن إلى الآن ما تزال المنهجية واحدة. مناسبة الحديث عن هذا التاريخ كله هو هذا الفيديو، فيديو انتشر بشكل كبير خلال اليومين الماضيين، وهو من إحدى المدارس. يظهر فيه الأطفال يقومون بتسليم رايات الطلائع من فرقة إلى أخرى في طقوس مطابقة تماما لتلك المعمول بها في الجيوش والتشكيلات العسكرية. الفيديو تبين أنه مصور في مدرسة جديدة الوادي بريف دمشق، ويبدو أن المدرسة نشيطة في التصوير وتصور يومياتها وتنشرها على صفحتها في الفيسبوك. تتابع. بمعزل طبعا عن راية الطلائع التي كانت تحمل من قبل التلميذ بشكل معكوس، وهذا ربما يعني سيحدث بلبلة لاحقا للأهداف والمؤامرة ربما الكونية التي قد تكون دخلت على هذا الأمر من أجل قلب راية الطلائع. أيضا تم تداول فيديو آخر من نفس المدرسة يظهر هذه المرة التحية
الصباحية وطريقة تقديم الصفوف بطريقة تشبه تماماً ما يحدث في الثكنات العسكرية. إذن أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة، أهدافنا وحدة حرية اشتراكية، وإلى ما هنالك من هذه التي ما تزال موجودة إلى الآن في المدارس السورية، ولدى هؤلاء النشأ الأطفال الذين يعني ربما لا أو غالبا لا يعرفون ماذا يقولون. أقول هذا لأننا نحن كنا هنا، كنا في هذا المكان، رددنا نفس الشعارات، هي شعارات البعث وأهداف البعث، وسيأتي شعارات لاحقا في المرحلة الإعدادية سيرددها هؤلاء دون أن يفهموا منها شيئا. كل ذلك يحدث والمادة 8 في الدستور السوري ألغيت في العام 2012، دستور 2012، وبات هناك تعددية حزبية، تعددية سياسية في البلاد. لم يعد نظام أو لم يعد حزب البعث هو الحزب الحاكم. وأصلا في السنوات الأخيرة، في السنة الأخيرة تحديدا، بدأ بشار الأسد يعني يقوم بالعديد من التغييرات من أجل سحب حزب البعث من مؤسسات الدولة، وهذا شاهدناه في كثير من القرارات التي تم تغييرها ومن الأنظمة المعمول بها ومن المنطلقات النظرية لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي إلى الآن ما يزال يعشش في عقول هؤلاء النشأ، ولا ندري ماذا سيحدث بعد ذلك. في التعليقات بالعموم كان هناك كثير من التعليقات حول هذين المقطعين. سلامة شقير يقول: هذا هو نظام البعث بعقائديته العسكرية العنصرية الشمولية الفاشية النازية وأمثاله من أحزاب وأنظمة وكيانات ودويلات قائمة على العرق والدين والقبلية والنهب والاستغلال لأهم ثروة إنسانية وهو أو وهي الطفل. أيضا هنا محمد يقول: سوالف مشلخة، نحن كنا نفس الشيء بس هلأ كبرنا وفهمنا شو الترتيب. محمد أبو خالد يقول: علموهم كيف بتعفش، شلون يقلع شجر، شلون يهدوا السطح ويسحبوا الحديد. بهذا نصل إلى ختام ريبوست اليوم مشاهدينا، غدا لقاء جديد بتمام السادسة بتوقيت دمشق. إلى ذلك الوقت دمتم بأمان الله وإلى اللقاء.